اهلا بيكم في فيديو جديد ولسته جديده هنتكلم فيها عن احسن 5 برفانات ممتازه تجيبها تحت ال $25. $25 بالنسبه لمبلغ تدفعه في برفان مش مبلغ كبير اطلاقا بالمقارنه بحاجات كتير موجوده في السوق. فايه احسن 5 برفانات رخيصه ممكن تتحصل عليها في الوقت الحالي في السوق؟ الاول قبل ما نبتدي يا ريت لو مش عامل سبسكرايب ترزعني واحده سبسكرايب واكتب لي في الكومنتات لو عندك اي برفانات عايزني اتكلم عنها او اعمل لها ريفيو او في برفانين عايزني اقارنهم ببعض وتشوف مين فيهم الافضل او انصحك انك تجيب مين فيهم دلوقتي. برده الخنفرب على الانستغرام والخنفرب بقى لي ويب سايت، هسيب لك كل حاجة تحت في الديسكريبشن. انزل ودعبس والعب وعيش حياتك وشوف اللي يناسبك ويلا بينا نبتدي الفيديو. نبتدي فيديو النهاردة بالبرفان رقم 5 معايا تيد بيكر جولد. تيد بيكر جولد ده انا برفان عملت له فيديو مخصوص قبل ما تشتري ممكن تتفرج عليه، هسيبه لك في الديسكريبشن او دور عليه في الشانل عندي هتلاقيه. البرفان ده انا جبته من تيكي ماكس في لندن، جبته تقريبا ب 12 باوند او 12 استرليني ما يعادل حوالي $15 او يقل شوية عن $15. البرفان ده لو حاولت تجيبه ريتيل بمعنى ان انت تدخل على موقع تيد بيكر اونلاين وتجيب منهم البرفان ده هتلاقيه فوق ال 40 استرليني. فحاول ان انت لو الدوله اللي انت عايش فيها فيها تيكي ماكس حاول ان انت تنزل تيكي ماكس وتجيب البرفان ده من هناك، انما لو مش متحصل عليه في اي حته غير اونلاين يبقى مش هيندرج تحت قائمه ال $25. بس باي شكل من الاشكال البرفان ده بصراحه من الحاجات المحترمه جدا، بقاله فتره معايا كل مره بحطه فيها بصراحه يعني بيعجبني جدا البرفان ده وريحته وادائه والاطراءات اللي بتجيلي منه بشكل عام يعني حاجه فعلا تستاهل فلوسها. نروح للبرفان رقم 4 معايا في الليسته دي، معايا سي كي 1 شوك كلفن كلاين 1 شوك. البرفان ده من البرفانات الجميله جدا لو انت عايز تبتدي في عالم التوباكو في العالم الاورينتال، لو عايز برفان شتوي كده او خريفي مناسب، لو عايز حاجه للاجواء اللي مياله للبرد شويه، ده من البرفانات الجميله جدا والرخيصه جدا اللي هتلبي النداء ده. البرفان ده سعره تقريبا بتراوح ما بين $15 و$20 او ما يعادله بقى في باي عمله ثانيه يعني، وبتحس ان البرفان ده بيدي لك كل حاجه انت تتوقعها وازيد بمقابل السعر اللي انت دفعته، يعني بيدي لك اداء مناسب. مش هقول لك الاداء جبار ولكن هقول لك الاداء مناسب. الجوده بتاعته كويسه، ما هوش احسنهم جوده ولكن برضو بالمقارنه بالسعر بتاعه الجوده بتاعته كويسه. البرفان بيجيب لك اطراءات وملفت للنظر وتحطه في اي موقف مش هيقول لك لا، يعني البرفان مش هيخليك ليميتنج يعني مش هيعمل لك اي ليميتيشنز في اي موقف انت عايز تستخدمه، لا البرفان ده تحطه في اي موقف طالما الجو بارد شويه يبقى ممكن تستخدم البرفان ده. من الحاجات الجميله جدا جدا اللي انا انصحك تحطها في اعتبارك لو انت الميزانيه عندك مخستعه شويه. نروح للبرفان رقم 3 معايا في الليسته دي، معايا بيري اليس 360 ريد. طبعا شكل الازازه ده من الاشكال العجيبه جدا ولكن خلينا في اللي جوه الازازه بلاش سيبنا من شكل الازازه خالص. اللي جوه الازازه بيدي لك حاجه مشابهه جدا لاكوا دي جيو. اكوا دي جيو الاوريجينال، اكوا دي جيو الاوريجينال برفان رائع وجميل ويمكن من اكتر البرفانات مبيعا على مستوى العالم في التاريخ، ولكن مشكلته الكبرى ان الاداء بتاعه رايح في داهيه وسعره غالي، يعني سعره دلوقتي ملمس فوق ال $80 ال 100 مللي، والبرفان بترشه تقريبا بيقعد ساعتين بالكتير لو ربنا كرمك وتحس ان هو اختفى. فالمشكله بتاعت اكوا دي جيو دي ما زالت قائمه. فراحوا بيري اليس قال لك ايه بقى، احنا ننزل البرفان ده ويبقى مشابه لاكوا دي جيو ولكن باداء افضل وبسعر يعني مش هقول لك عشر السعر ولا حاجه. البرفان تقريبا ب $12 من $12 ل$16 ده رينج الاسعار اللي انا جبته بيها يعني. فالبرفان بشكل عام من الحاجات الجميله جدا من البرفانات المحترمه اللي انت ممكن تحطها في اعتبارك لو عايز بديل رخيص جدا لاكوا دي جيو. وصدقني الاداء بتاعه كويس يعني بيدي لك مثلا 4 ساعات من الاداء. انا عارف 4 ساعات اداء دي مش هتعجب معظم الناس بس بشكل عام البرفان فريش فادي له عذره برده، والبرفانات الفريش في العاده ما بتقعدش نفس المده بتاعت البرفانات الاتقل منها، ولكن بيري ال 360 ريد انصحك بشده ان انت تحطه في اعتبارك. نروح للبرفان رقم 2 معايا في الليسته دي، معايا وان مان شو من جاك بوجارت. البرفان ده من البرفانات اللي اعتقد الناس مواليد الثمانينات والتسعينات اكيد عارفه. البرفان ده اكيد عدى عليكم بشكل من الاشكال، ليه ذكريات كتير جدا مع الجيل القديم. والبرفان بشكل عام بيدي لك احساس النوستالجيك فيلينج اللي هو احساس النوستالجيا او مش عارف بيتنطقوا ازاي. فده من البرفانات فعلا اللي لو انت بتحب الاولد سكول، لو بتحب الحاجات اللي هي المدارس القديمه يبقى البرفان ده مناسب جدا ليك. بتحس ان البرفان ده بصراحه يعني بيرجعك كده بياخدك رحله في الزمن ورجعك للماضي الجميل. البرفان اداؤه قوي جدا 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 حتى الان لغايه دلوقتي برده لما بتجرب البرفان ده بتلاقي ان الاداء بتاعه خارق للطبيعه، بترشه بيقعد بالايام على الهدوم بيبقى فواحانه بيملى الاوضه، الناس اللي حواليك هتلاحظك، الناس اللي في اوض ثانيه هتلاحظك، يمكن جيرانك في الشارع اللي جنبك هيلاحظوك. البرفان ده فعلا من اقوى البرفانات في الاداء. ونروح للبرفان رقم 1 معايا في الليسته دي، معايا دانهيل ايكون. الناس متوقعه ان انا هقول دانهيل لندن ولكن لا، دانهيل ايكون بصراحه هو اللي يستاهل يكون هنا
لان انت لو بتدور على حاجه تحت ال $25 والبرفان محترم جدا يبقى دانهيل ايكون. دانهيل ايكون بيدي لك العلبه بتاعته كويسه، اللي جوه العلبه كويس، البرفان بصراحه ريحته رائعه. البرفان ده ممكن العائق الوحيد ان ال $25 اللي هتدفعهم هتجيب منه الازازه الصغيره مش ال 100 مللي الكبيره، فهت يعني ده التريبك اللي فيه يعني. فانت ممكن انت يعني تتاقلم مع الموضوع ده، وده من البرفانات اللي انا بشده 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 انصح بيها الناس ان هي تجربها وتحطها في اعتبارها، خصوصا في الاجواء الرسميه. ده من افضل البرفانات اللي ممكن تجربها في حياتك.